يوم جديد للعمليات القتالية تشهدها مدينة باخموت وعدة مدن أوكرانية، إذ تحاول القوات الروسية التقدم في المدينة والسيطرة عليها، فيما تستمر القوات الأوكرانية بالتصدي للقوات المهاجمة في محاولة لمنعها من التقدم واستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت سيطرة قواتها على حيين آخرين في باخموت شرق أوكرانيا، مؤكدة أن قواتها تواصل تدمير القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من المدينة. وأوضحت الوزارة في بيان أن خسائر القوات الأوكرانية على محاور باخموت وكرانسي ليمان وجنوب دونيسك وخيرسون بلغت 100. من ناحية ثانية، عثرت القوات الروسية في منجم لاستخراج الملح في المناطق التي سيطرت عليها قرب باخموت على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة للقوات الأوكرانية، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء. على الطرف الآخر، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن الجانب الروسي صعد هجماته في اتجاه أفيديفكا ومارينكا، حيث تم تسجيل 24 هجوماً على عدة مواقع للجيش الأوكراني هناك. وقال المتحدث الإعلامي باسم القوات الأوكرانية في الشرق سيرهي تيلياتسكي أن الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في الأرواح، كما تم تدمير 28 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، منها مستودعات ذخيرة وطائرات مسيرة ومدرعات. كما أكد الجيش الأوكراني تصديه لأربعين هجوماً روسياً على جبهات ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا خلال الساعات الماضية. وتشهد مدينة باخموت منذ أكثر من 7 أشهر حرباً مشتعلة بين أوكرانيا وروسيا في محاولة من الأخيرة للسيطرة عليها، لما لها من أهمية استراتيجية بعد خسارة الجيش الروسي مدينة إزيوم جنوب منطقة خاركيف الشمالية في أيلول سبتمبر الماضي.